تقدموا تقدموا فأنتم جيش الياسر الكاسر المعلم. تقدموا فالنصر قادم لا تسأموا. تقدموا فالفتح لا تنسى الشهيد الملهم. تقدموا وبفتحكم تعظموا. تخرج من بين الرماد، تظهر من بين الركام، تخرج رافع الرأس. فأنت فلسطيني وأمك فلسطينية وجدك فلسطيني. ورايات الحفاقة تزير المعادن والكنى. بالتأكيد احنا سعيدين جدا ونهني شعبنا بهذه الذكرى، ذكرى العام الجديد وذكرى انطلاقة الثورة المجيدة، الثورة العربية المعاصرة وانطلاقة الرصاصة الأولى وانطلاقة المارد الفتحاوي، هذه الحركة العملاقة، حركة الشهداء والأسرى والجرحى، حركة المشروع الوطني الفلسطيني. ونعاهد الشهداء في هذا اليوم أن نبقى مستمرين على عهدهم ونضالاتهم وتضحياتهم، وأن نحافظ على الثوابت التي تعودنا عليها إن شاء الله، كملين المسير خلف قيادتنا لانتزاع الحق الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمة القدس إن شاء الله، وأن يتحرر أسران البواسل من سجون الاحتلال، وأن يكونوا معنا في القريب العاجل ببناء الدولة العديدة إن شاء الله. في هذه الذكرى 48 لانطلاقة الثورة الفلسطينية، ثورة المارد الفتحاوي، نقول للعالم أجمع الذي أراد أن يرسل للعالم بأن هذه الأرض هي أرض بلا شعب وأن هذا الشعب هو بلا أرض، جاءت فتح برصاصتها الأولى لتثبت للعالم بأننا باقون على هذه الأرض ونحن موجودون على هذه الأرض. وتقليدا لروح أبا الشهداء شهيدنا الرمز القائد والخالد الذي علمنا على حب الوطن ودربنا على أن نحرس هذا الوطن وأن نكون سياج هذا الوطن، العهد هو العهد والوفاء لكل أسرانا البواسل في سجون الاحتلال.